تخيل في العصر اللي احنا عايشين فيه ده تقدر بكل بساطة وانت قاعد في البيت وقدامك شاشة الكمبيوتر تقدر تحصل على شهادة منين؟ من جوجل. والله من جوجل، شهادة معترف بيها دوليا. ده مش كلامي، ده كلام الموقع الرسمي. دورة تدريبية معتمدة من مكتب الإعلانات التفاعلية، فيديوهات تعليمية، وصول غير محدود إلى المحتوى، شهادة معترف بيها دولية. وطبعا فوق كل ده الكورس مجاني تماما. اهو تفاصيل الدورة، عدد الوحدات وعدد الساعات، وطبعا للمبتدئين وبدون اي مقابل. وهنا في الجزء ده بيقول لك اهمية الحصول على الشهادة. منها بقى الجزء المهم جدا اللي بيقول لك فيه ان انت تقدر تضع هذه الشهادة في سيرتك الذاتية وتقول الكلام ده كمان على حسابك الشخصي على الموقع الأشهر في العالم للوظائف. ولو انت حابب تحط السي في بتاعك والناس تشوفك من خلال السي في بتاعك على هذا الموقع، هو موقع لينكد إن، وانا ليا اصدقاء اشتغلوا شغلانات محترمة جدا فقط من السي في بتاعهم اللي كان محطوط على هذا الموقع. في هذا الفيديو انا حابب اقدم لكم مجموعة من الكورسات المجانية اللي ممكن تغير حياتكم ب 180 درجة رأسا على عقب. تخيل في هذا العصر العجيب اللي احنا فيه تقدر بكل بساطة وانت قاعد في بيتكم وقدامك شاشة الكمبيوتر وعندك انترنت كويس تقدر تحصل على هذه الشهادات مجانا. ده اللي انا حابب اتكلم معاكم عنه في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كما وعدتكم في فيديو سابق إن أنا هتكلم إن شاء الله عن هذه المجموعة من الكورسات المجانية، مجموعة من المنصات تقدر بكل بساطة تدخل بقى على كل واحدة منهم بالترتيب. وطبعا أنا هسيب لكم رابط هذه التجميعة كده والكوليكشن ده من على نوشن، أنا هسيبها لكم في صندوق الوصف. أول موقع أنا حابب أتكلم عنه هو مهارة تيك، بعد كده يكون عندنا موقع آخر اسمه إدراك، بعد كده كورسيرا. يمكن كورسيرا مش مجاني بس هفرجكم إزاي تقدروا تحصلوا على الكورسات بشكل مجاني. عندي بعد كده ليندا نفس الشيء، هو ممكن يكون باشتراك شهري لكن هناك طرق تقدر من خلالها تحصل على هذه الكورسات بطريقة قانونية على فكرة، يوديمي وجوجل. وأخيرا بقى للي حابب يتعلم موضوع بقى الأكواد وكده، مفيش طبعا أجمل ولا أحسن من موقع freecodecamp.org. دي المجموعة. ويمكن أنا في بدايتي لهذا الفيديو أنا اتكلمت عن جوجل، اتكلمت عن أساسيات التسويق الرقمي. دي من الكورسات اللي سبحان الله والله لو على أيامنا هذه الأشياء موجودة، إحنا كنا علشان ناخد كورس نروح مكان معين ويعني ندفع مبالغ معينة ونحصل في بعد بقى الدورة ما تنتهي نحصل على الشهادة. كنا بنروح بقى المركز الأمريكي والمركز البريطاني، أظن في شارع البطالصة، في أماكن كتير حتى في اسكندرية. يعني أتذكر زي مصطفى كامل ما زالت يمكن لحد دلوقتي بتدي كورسات. الدنيا اتغيرت. زمان كان اللي يحب ياخد كورس انجليزي مثلا يروح الاماكن الثلاثة اللي انا ذكرتها، مش كده؟ دلوقتي وانت قاعد في بيتكم تقدر بكل بساطة تحصل على احسن كورس انجليزي من موقع زي موقع ادراك مثلا. ومش بس كده، ده موقع ادراك في شراكة بينه وما بين البريتش كونسل او المجلس البريطاني، زي بقى في الكورسات اللي انتم شايفينها هنا دي اللي هو تعلم اللغة الإنجليزية، مهارات المحادثة للمبتدئين، وهنا برنامج اللغة الإنجليزية التفاعلي. كل ده بيكون ما بين ناس أو شباب أو محاضرين عرب أظن من الأردن وحد من بريطانيا، لأن دي شراكة بينهم. أيضا هذا الكورس تعلم اللغة الإنجليزية، مهارات المحادثة للمبتدئين، هنا واحد وهنا اتنين. في حاجات تانية طبعا، هنا بقى بتيجي على المساقات كلها وتشوف كل الأشياء اللي ممكن تختار منها. هذا الموقع جميع الكورسات اللي عليه مجانية وتقدر تتعلم منها زي ما انت عايز في بيتكم، زي ما بيقولوا كده بالانجليش at your pace. يعني كل واحد بقى على حسب طريقته، على حسب قدراته، على حسب قدرته في الاستيعاب. عندي منصة اخرى اسمها مهارة تك، وهذه المنصة تعالوا نشوف هنا، هي دي اهو مسارات تكنولوجية هنا مثلا انا فاتح عليها. طبعا زي ما انتم شايفين كل شيء
في هذه المنصة مجاني. ويمكن احنا دايما بنتكلم عن موضوع العمل الحر، انا برشح لكم يا شباب هذا الكورس تبدأوا بيه. هنا هتدخلوا على العمل الحر، وفي عدد دورات اربعة، لكن في واحد معين انا حابب القي الضوء عليه اللي هو الثاني، كيف تبدأ في العمل الحر Upwork. ليه بقى انا اخترت ده؟ لان لو تفتكروا انا من اسبوع كلمتكم عن Upwork وعن مجموعة البنات الرائعات اللي عاملين مبالغ رائعة من على موقع Upwork، فعشان كده انا بقول لكم ابدأوا بهذا الكورس. كورس رائع بيعلمك كل شيء بالتفصيل عن Upwork لهذا المحاضر المحترم. عندنا هنا طبعا كلمة عن هذا المحاضر، الأستاذ هاني سعد. وده الفيديو تحديدا هو ده من 6 أيام اللي كنت بتكلم فيه عن مجموعة من البنات، وكان فيه أكتر من بنت الأرباح بتاعتهم تخطت الـ30,000 دولار خلال سنتين. فشوفوا الفيديو ده، ولما تتحمسوا وتتعرفوا على هذه المنصة اللي اسمها Upwork، تيجوا هنا تاخدوا هذا الكورس اللي هيعلمكم كل التفاصيل عن Upwork مجانا. بكده نكون اتكلمنا عن منصة مهارة تك، اتكلمنا عن إدراك، في عندي أيضا يوديمي المنصة المعروفة اللي أنا شخصيا ليا اكتر من كورس عليها، واشهرهم طبعا كورس ميرش باي امازون. تاخد هنا هذا الكورس مجانا، انجلش لونش ليرن انجلش فور فري اب جريد اول ارياز. هذا الكورس تحديدا انا برشحه، عدد الطلاب فيه تخطى الربع مليون، عدد الريتنجز بتاعته 14146 بواقع 4.7، حاجة عظمة. وهذا الكورس لشاب بريطاني، وهذا الشاب الكورس بتاعه من أفضل الكورسات للغة الإنجليزية على منصة يوديمي. لمن لا يعرف هذه المنصة، هذه المنصة يا شباب عدد زوارها، بصوا كام، اقروا، مونثلي فيزيتس 97 مليون، رقم يخض. كورسات كتيرة جدا عليها مجانية، تقدر تاخدها بكل بساطة. تيجي هنا على السيرش، تكتب اللي انت عايزه، وبعد كده بتختار في البرايسز، بتختار فري وتختار الكورسات اللي انت عايزها. انا هنا حاطط لك لينك هذا الكورس. طبعا خلاص اتكلمنا عن كورس جوجل، لو انا مكانك انا يعني شخصيا ممكن ابدا بهذا الكورس. انا مش هكون محتاج ان ابدا بكورس مثلا اللغه، ابدا مثلا بدايه، فكل واحد على حسب احتياجاته. انت حابب تبدا باللغه الاول، ما ينفعش ابدا لا نقاش في هذا الموضوع ان انت تقول ان انا ما بعرفش انجليزي وما عنديش استعداد و ما زلت في هذا العصر بستخدم جوجل ترانسليشن ان انا اكتب الجملة بالعربي تطلع لي من الناحية التانية بالانجليزي او العكس. ما ينفعش. لو انت عايز تفضل كده خليك كده، ولكن ابعد تماما عن اي عمل له علاقة بالانترنت. كل شيء داخل فيه اللغة الانجليزية مش هينفع ابدا تفضل ماشي بعكاز تتعكز عليه. والعكاز هنا في هذا السياق هو ان انت تستخدم حاجة تترجم لك زي جوجل مثلا. يبقى خلاص ده الكورس اللي انا برشحه لك لو لغتك كويسة، حابب تبدأ بحاجة تدي لك شهادة محترمة. ولكن طبعا احنا هنا لا نتعلم من اجل الشهادة، ما احنا سنين واحنا بنتعلم من اجل الشهادات، ويعني ولا نعرف كيف نتعلم. وفي بالمناسبة كورس مهم جدا على كورسيرا، هو كورس تعلم كيف تتعلم. وهذا الكورس يا سادة مجانا من على منصة كورسيرا. المنصة دي قوية جدا فوق ما تتخيلوا، جوجل عاملة شراكة معاهم وحاطة مجموعة كبيرة من الكورسات هنا على هذه المنصة. مش بس كده، ده انت ممكن تحصل على ديجري، على شهادة معتمدة، او earn your degree من جامعات هنا في الولايات المتحدة الامريكية. هنا مثلا جوجل بروجكت مانجمنت، فاونديشنز اوف بروجكت مانجمنت، دي شهادات معتمدة من جوجل. لكن دي لو انا ضغطت هنا دي بقى مش مجانية، لكن ليها حل. ايه هو الحل بتاعها؟ لو انت معكش فلوس بتقدم هنا على حاجة اسمها financial aid. اوعى تضغط على enroll for free، لان هنا لو ضغطت هنا وبدأت بعد كذا يوم بتدفع كل شهر مبلغ معين، فلا اوعى تقع في هذه التركاية. تيجي هنا تضغط على financial aid وبتعمل طلب، واظن خلال اسبوعين بيردوا عليك وما بيرفضوش حد، يعني بيعتمدوا على الثقة في الكلام وبيقبلوك وبيدولك الكورسات اللي هي معتمدة من جوجل، مش مجانية لكن انت بتاخدها بقى مجانا. عارف انت كأنك بتقدم على منحة مثلا وبتاخدها، بس لازم تتعهد ان انت تخلص هذه الكورسات الى اخره. طبعا دي باللغة الانجليزية، شفتوا بقى كل حاجة داخل فيها الانجليزي.
علشان كده نخلي دي في مرحلة متقدمة، كورسات اللي هي كورسيرا نخليها في مرحلة بعد بقى ما نأسس نفسنا في اللغة، ناخد كورسات في اللغة سواء كان بقى من منصة إدراك أو من يوديمي الكورس اللي أنا لسه مفرجكم عليه حالا، وهكذا. أسس نفسك وظبط وقتك، ادرس حاجة اسمها تايم مانجمنت، إدارة الوقت. ده موضوع في غاية الأهمية ولازم تدرسوه وتهتموا بيه. اوعوا تعتقدوا ان دي عناوين رنانة اللي هو ايه، تنظيم الوقت وإدارة الوقت والتنمية البشرية، لا أبدا والله. كل دي أشياء أنت بتستثمرها في نفسك. أكبر استثمار ممكن تعمله في حياتك عارفين إيه هو؟ مش إن أنت تشتري عقارات أو تشتري أصول أو سندات أو أسهم، لا والله، أكبر استثمار هو إن أنت تستثمر في نفسك، تعلم نفسك. يبقى في أسس أنت أسستها خلاص، عندك اللغة كويسة، درست يعني إدارة أعمال، تعرف إزاي تتعامل مع الناس. ده حتى الرد ده يعتبر فن، يقول لك فنون الرد. كل الحاجات دي عليها كورسات موجودة مجانا على هذه المنصات اللي منها مثلا يوديمي. أنا هنا مثلا من الكورسات اللي أنا بدأت فيها على منصة ليندا كورس اسمه Upgrading Critical Thinking، عارفين اللي هو التفكير النقدي، Critical Thinking. يمكن دي المنصة الوحيدة اللي مش مجانية، دي باشتراك شهري لكن ممكن تاخد 14 يوم وبعد كده توقف لو حابب. أيضا من المنصات اللي برضو تقدر تحصل على كل ما فيها 14 يوم وبعد كده لو أنت حابب تجدد هي سكيل شير، ودي من الكورسات المهمة اللي أنا باخدها، كورسات هذا الشاب اللي اسمه علي. هذا الشاب بريطاني وعنده مجموعة رائعة، من أكتر الناس اللي أنا بحب أسمع لهم في موضوع الإنتاجية. ده وعلي محمد علي المصري طبعا، وعلي أبدال هو اسمه كده، لا يمكن بقى علي عبد العال يعني. فهذا الشاب بيتكلم بشكل رائع عن البرودكتيفيتي. الكورسات بتاعته تاخدها مجانا 14 يوم من خلال سكيلشير. لو انت حابب تشترك في سكيلشير انا عندي طريقة تقدر من خلالها تشترك لمدة 4 شهور بأقل من 3 دولار 2 دولار و97 سنت. لو حابين اكتبوا لي في التعليقات واعمل لكم فيديو خاص بمنصة سكيلشير وازاي تشترك 4 شهور، 4 والله 4 شهور بأقل من 3 دولار. أخيرا من يريد تعلم البرمجة عليه بقى وهذه المنصة، المنصة اللي اسمها freecodecamp.org، هي دي اللي تقدر من خلالها تحصل على أفضل كورسات للبرمجة. وشوفوا هنا مكتوب إيه، من 2014 أكثر من 40,000 طالب درس في هذا الموقع ودرس على هذه المنصة. مش بس كده، لا دول حصلوا على وظائف في هذه الشركات الكبيرة، أبل وجوجل ومايكروسوفت وأمازون وسبوتيفاي. يعني والله حاجة عظمة، وكل ده مجانا. مش بقول لكم كنز، والله هو ده مصباح علاء الدين في العصر الحالي. يقول لك البالورة السحرية، دي البالورة السحرية. آه والله تحققت البالورة السحرية، وانت قاعد في بيتكم تقدر تحصل على كل هذه الكورسات. والله العظيم حظوظي. خدوا اكشن، خدوا خطوة، تيك اكشن، لازم تبدأوا. انا والله انا بحزن ان يعني عدد قليل جدا هو اللي بيتحرك ويعني بياخد خطوة ويدخل على هذه الاشياء ويشوفها. انا متأكد ان في ناس حتى مش هيفتحوا اللينك، فارجوك لا تكن من هؤلاء، خليك انت من الناس اللي هيفتحوا اللينك ويبصوا على هذه الكورسات اللي صدقني ممكن تغير مستقبلك المهني، ممكن تغير حياتك، تحصل على افضل الشهادات من شركة زي جوجل، تحط الكلام ده في السي في بتاعك، وصدقني لو حصلت على مثل هذه الشهادات الناس هتتهافت عليك. وخلوني انهي بالبيتين اللي احنا اظن بقى خلاص حفظناهم يا شباب، اخي لن تنال العلم الا بستة سأنبيك عن تأويلها ببيان، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. شوفوا هنا الاجتهاد مهم ازاي؟ الاجتهاد، مين اللي قال الكلام ده؟ ده الإمام الشافعي، يحط لك الاجتهاد ويحط لك صحبة الأستاذ وطول الزمان. ربنا يبارك لكم، اجتهدوا اشتغلوا، خدوا خطوة من النهاردة وما تأجلش ولا تماطل ولا تسوف، زي ما كنا صغيرين وكنا نقطع واحنا صغيرين كده، نقطع في الصلاة فلما أمنا تسألنا نقول لها بكرة، لا مش اسمها بكرة، قوم صلي دلوقتي، قوم صلي دلوقتي، خد أكشن أيضا دلوقتي، اجتهد اشتغل، احفظ الستة دول، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وإياك
أن يعتادك الملل. ده اللي أنا حبيت أقوله في هذا الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم، ولا تنسوا أن الناس بالناس ومن يعن يعن. السلام عليكم ورحمة الله.